السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسياد القتال. اليوم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أمر مهم جدا وأمر يهم الكثير من الناس. كثيرا ما نسمع أو نشاهد أن بعض أصدقائنا يملكون مؤخرة كبيرة وقد يتعرضون للسخرية لذلك، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يعود إلى مرض. هو مرض في الحقيقة ويطلق عليه anterior pelvic tilt أو ما يطلق عليه بانحناء أسفل الظهر أو التجوف القطني، ولديه الكثير من الأسماء. إذن السبب المؤدي لهذا المرض وهو قلة النشاط البدني والرياضي للفرد، ثم الجلوس طويلا أمام شاشات التلفاز أو الحاسوب، وخاصة الجلوس كيف ما كان يعني بطريقة خاطئة. وأيضا قد يعود السبب من السمنة المفرطة والوقوف الخاطئ ومزاولة فعل خاطئ، يعني فعل بشكل خاطئ الفرد، كذلك بسبب هشاشة العظام أو خلل في الفقرات. لهذا فإن نتيجة هذا الأمر قد يسبب للفرد المصاب به إذا لم يتم علاجه بألم حاد في الظهر مع تقدمه في السن، الشيء الذي قد يمنعه من مزاولة أعماله لا قدر الله. لهذا يتوجب على الفرد أن يقوم بعلاج هذه المشكلة في أقرب وقت. تني إليكم هذه التمارين الرياضية للتخلص من هذه المشكلة. ولفهم أصل المشكل إليكم هذه الصور.
جدا. حط يدك هنا على جبهتك، ما تسحب راسك، يدك على جبهتك، ارفع وانزل، ارفع وانزل، سوي قد ما ترفع الارداف من الارض فوق ونرجع. هذا التمرين ممتاز جدا. إذن إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فإلى جانب التمارين الرياضية عليك أولا أن تنتبه إلى طريقة النوم أيضا، كما عليك أن تنتبه إلى طريقة السير. مثلا في طريقة النوم تضع شيء عالي تحت ساقيك هكذا، وذلك من أجل جعل الحوض يعود إلى مكانه. وإذا كنت تريد أن تنام على بطنك مثلا، أن تضع هذه تحت بطنك لترفعه قليلا ويتناسب مع الشكل تماما. عليك تجنب هذه الأخطاء، فهذه صالة بعض الأخطاء المنتشرة لأصحاب الذين يعانون من هذا المرض. الجلوس الغير مستقيم والغير السليم في الظهر ما يسبب الانحدار التام في هذا التقوس. يجب مراعاة أشكال الجلوس الصحيحة، وكذلك طريقة رفع الأثقال بشكل صحيح، وعدة أمور يجب القيام بها بشكل صحيح.